أهلا بيكم. لو حضرتك بتقعد فترة قدام الكمبيوتر يوميا أكتر من ساعتين، يبقى أنت معرض لبعض التأثيرات السلبية على صحتك من خلال القعدة بتاعة الكمبيوتر دي. فهتلاقي في الفيديو ده حاجات ممكن تفيدك في الناحية الصحية في التعامل مع الكمبيوتر. مشكلة القعدة قدام الكمبيوتر بتأثر على الحالة الصحية في 3 نقط انا شايفهم هم دول اهم حاجات. اول حاجة، وده موضوعنا، وهو تأثير على العين. القعدة قدام الكمبيوتر فترة طويلة الناس بره وصفوا لها، يعني يعتبر بيسموها كنوع من مجموعة اعراض متشكل مرض اسمه الكمبيوتر فيجن سندروم. الكمبيوتر فيجن سندروم دوت قالك ان هو يشمل كذا حاجة، ان الانسان اللي بيقعد قدام الكمبيوتر بيبحلق كتير في الشاشة، ما بيبربش بالمعدل الطبيعي بتاعه. يعني المعدل الطبيعي اللي احنا بنبربش بيه مثلا 10 مرات في الدقيقة، لا، خفضهم ل 50% للناس اللي قاعدة قدام الكمبيوتر بتقعد تبحلق فترات طويلة. فده بيؤدي الى الجفاف بتاع القرنية، والناس دي بتبقى معرضة اكتر ان يجي لها جفاف في العين سببه القعدة الكتير والبحلقة كتير قدام الكمبيوتر. وهنا يستحسن ان انت تفكر نفسك دايما، اولا تشرب سوائل كتير، المية بالذات مش الحاجات الكافيين، لان الحاجات السوائل اللي عن طريق فيها كافيين زي الشاي والنسكافيه والقهوة، الكافيين في حد ذاته مضر للسوائل من الجسم عن طريق البول، فبالتالي ما بيعملش الترطيب اللي المية نفسها بتعمله. فالسوائل وبالذات شرب المية مهم لتجنب موضوع الجفاف. تاني حاجة ان انت تفكر نفسك ان انت تبربش وانت قدام الكمبيوتر، ما تبحلقش وتفضل مفنجل عينيك ومثبت عينيك قدام الشاشة، ده هيأثر ويحسن موضوع الجفاف دوت.